وللحديث عن عمليات تهريب الدولار إلى إيران وسياسات البنك المركزي ينضم إلينا عبر سكايب من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر. حياكم الله دكتور سناء. أهلا وسهلا، مساء الخير، تحياتي لكم وقناتكم ولجميع مشاهديها الكرام. مساء الأنوار دكتور سناء. بداية، كيف يمكن لمحافظ البنك المركزي ألا يمتلك بيانات واضحة حول كمية الدولارات المهربة من العراق إلى إيران برأيك؟ أنا برأيي هذا يستند إلى عملية الفوضى في الاقتصاد الوطني العراقي، وبالذات في بيانات عن الدينار العراقي وعن العملات الصعبة وإلى آخره. على الرغم من أن علي العلاق مدير البنك المركزي العراقي صرح أنه البنك المركزي العراقي يمتلك بحدود 100 مليار من العملات الصعبة كاحتياطي، هذا التصريح طبعا التصريح عام، لكن فيما يخص الدولار الأمريكي لا يعرف. طيب لماذا؟ إذن معناته أنه لا يملك السيطرة على البنك المركزي العراقي وعلى المؤسسة التي هو يديرها. نعم، برأيك هل هو صادق فعلا أنه لا يعلم أو يحاول أن يخفي المعلومات؟ أنا برأيي هو يحاول أن يخفي المعلومات، لأنه من باب السذاجة أنه هو لا يعرف. نعم، هذا إنسان ساذج أو لا يقول الحقيقة. يعني أنا مدير مؤسسة ما، يجب أن أعرف كل شرائط الموارد في هذه المؤسسة، فكيف هو مدير البنك المركزي العراقي الذي يلعب دورا كبيرا في إدارة الاقتصاد الوطني العراقي؟ نعم. طيب هنا السؤال، مع عدم علمه بأمور من البديهي أن يعلمها، كيف سيكون قادرا على وضع خطط وحلول للمشاكل الاقتصادية التي تواجه البلاد؟ لا يمكن، وهذه هي الطامه الكبرى. يعني الاقتصاد الوطني العراقي يديره من ناس اما جهلاء او يعلمون ولا يرجون ان يعلموا، ويتشبثوا بكافه الافتراءات وبكافه الحلول الساذجه التي لا يمكن ان يصدقها اي انسان من الشعب العراقي. نعم. على أي أساس يضع البنك المركزي سياساته، ولماذا يتم تجنب التصادم مع إيران رغم يعني الضرر الكبير الحاصل من عمليات تهريب العملة إليها برأيك؟ أنا برأيي البنك المركزي العراقي يضع سياساته اعتمادا على سياسات الأحزاب التي تدير هذه الدولة، وطبعا سياسات هذه الأحزاب تنطلق مصلحتها من مصلحة إيران وعلاقتها مع إيران. هذا مختصر مفيد. نعم. أيضا إذا أردنا التحدث عن التداعيات المحتملة في حال استمرار سياسات البنك المركزي بغض الطرف عن تحركات الميليشيات والمصارف الموالية لإيران بالعراق، إذا ما استمرت هذه السياسات، ما هي التداعيات المحتملة؟ التداعيات سوف يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الوطني العراقي، وأنا هذه قلتها أكثر من مرة من خلال قناتكم الموقرة، أنه إذا لم تتم السيطرة على مزاد العملة وعلى بيع العملة وعلى إدارة البنك المركزي العراقي وبنوك الرافدين والرشيد، سوف ينهار الاقتصاد العراقي، وهذا هو الحاصل الآن في الوقت الحاضر. نعم. يعني هذه السياسات ليست بجديدة، يعني قد يقول قائل دائما ما يتم التحذير من أن الاقتصاد العراقي سوف ينهار إذا استمرت هذه السياسات، ولكن فعليا السياسات مستمرة. ما الذي يعني الآن، ما الذي يحمل العملة العراقية والاقتصاد العراقي من الانهيار؟ أنا كذلك أكرر أكثر مرة أنه إحنا متى نحمي العملة العراقية؟ نحميها إذا كان عندنا قطاعات اقتصادية وطنية قادرة على حمل الاقتصاد الوطني العراقي، ولكن مع الأسف هذه القطاعات جميعها، الصناعة والزراعة والنقل والمواصلات وإلى آخره، هذه كلها ضعيفة ولا يمكنها أن تسند
العمله العراقيه، لذلك ترى انه العمله العراقيه والدينار العراقي لا يعتمد على هذه القطاعات، وانما على الريع، يعني على بيع النفط العراقي، وهذه طبعا كارثه، لانه عندما يعتمد اي بلد من العالم على مصدر دخل واحد معناته هذا سوف يتعرض الى كثير من الصدمات والازمات. نعم. نعم، يعني هناك خبر ورد معنا كشف عنه عضو اللجنه الماليه النيابيه محمد نوري عن أن إيران تطبع الدنانير العراقية لشراء العملة الأجنبية من البنك المركزي ثم تقوم بحرقها، فيما لو صحت هذه المعلومات ما الذي يعنيه ذلك؟ الذي يعني ذلك أن إيران تتلاعب بالاقتصاد الوطني العراقي، يعني في 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 كلمة ونص، مو كلمتين، أن إيران هي التي تدير العراق، مختصر مفيد. طب ما ونحن معناته نتبع إلى إيران ونساهم في حل الأزمة الاقتصادية في إيران وفي تمويل الاقتصاد الإيراني، وأما الشعب العراقي فلا يحصل من ذلك على أي شيء. نعم، إذا كنت ضيفنا عبر سكايب من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر، شكرا جزيلا لك.